السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة منى للأعمال اليدوية. في هذا الفيديو سأقدم لكم مجسم لمرافق المدرسة. نحتاج كمواد أولية لعلب كرتون مختلفة الأحجام وعلبة كبيرة تكون عبارة عن سور للمدرسة. لدي هنا علبة دواء وعلبة شوفان وعلبة تمر. يمكن استعمال أي علب تتوفرون عليها شرط أن تناسب حجم العلبة الكبيرة. نقوم بتغليف جميع العلب باستعمال أوراق بيضاء. يمكن أن تكون مستعملة من جهة وجهة بيضاء، ويمكن أيضا استعمال أوراق من حجم أطروة لتسهيل التغليف. نقوم بقص حواف العلبة للحصول على صور المدرسة، ونثبت الجوانب بالغراء أو بالجرافوز، ونضع قطعة كرتون كبيرة كقاعدة للمجسم. الآن أصبحت العلب جاهزة بعد التغليف. سأثبتها وسط المجسم بواسطة مسدس الشمع. قصصت قطعتين من الكرتون وغلفتها لأستعملها كطوابق للبناية. سأثبتها أيضا بواسطة مسدس الشمع في البناية.
لتزيين المجسم نحتاج صور لبعض الأبواب والنوافذ، بعض صور للتلاميذ والمدرسون والمدير، وأيضا صويرات للأشجار والورود. نحتاج أيضا ورق فوم أو أوراق ملونة للأسطح. نقوم بتغليف جميع الصور بالشريط اللاصق ليعطيها لمعة. الصور يمكن استخراجها من الانترنت، وايضا يمكن تقطيعها من كتب قديمة. هذا الشكل النهائي للمجسم. هذه بناية الاقسام والادارة. استعملت للتزيين اعواد الشواء ولتثبيت المدرسين والتلاميذ، وأيضا ثبتت المدير والأشجار بواسطة أعواد الشواء. هذا المدير، وهذه الحديقة، هذا الملعب. استعملت في الملعب قطعة ثوب، يمكن استعمال ورق ملون بدل الثوب. هذه أقسام التعليم الأولي، هذه المراحيض، وهذا العلم. استعملت في تزيين الباب ورق فوم، وأيضا في تزيين الأسطح. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي.